يخلق مش شبه 40، مثل مصري قديم. طب ليه مش 100؟ طب ليه مش بلا نهايه؟ ده مدحت عنده 21 سنه، ملوش اي توأم. مدحت في عيد ميلاده الخامس الساعه 12 بالليل، باباه عطاه اول كتاب علمي بيتكلم عن الكيمياء. I think it's magic. Chemistry. I love chemistry. It's Coca-Cola. ده مدحت عنده 21 سنة، ملوش أي توأم. مدحت في عيد ميلاده الخامس الساعة 12 بالليل، بابا عطاه أول مطوة. مدحت نمى نفسه وبقى أكبر بلطجي في المنطقة، يقدر يثبت من على مسافة 4 متر 3 أشخاص في الثانية. مدحت بلطجي، لا تكن مثل مدحت. ده مدحت وده مدحت، الاتنين نفس الشخص لكن قصص مختلفة مع انهم نفس الدي ان ايه. طب ازاي؟ هنا نيجي لنظرية المالتيفيرس. لكن عشان نتكلم على المالتيفيرس لازم نتكلم عن اور يونيفيرس، اللي هو الكون اللي احنا عايشين فيه. زمان كان العلماء بيعتقدوا ان الكون بتاعنا بيتمدد لكن بتباطؤ، وباي حاجة بتتمدد اعتمادا على مقدار من الطاقة فالطاقة دي بتقل مع مرور الوقت، يعني التمدد ده هيتباطؤ، وده بسبب جاذبية كل مجرة للمجرات المجاورة ليها، وفي الاخر ده هيأثر على تمدد الكون وهيخليه بطيء. في التسعينات لما بدأت التكنولوجيا تتطور وبدأوا العلماء يقيسوا مقدار التمدد في الكون، اكتشفوا ان التمدد في الكون بيحصل بتسارع ومش تباطؤ زي ما كانوا بيحسبوا زمان. التشبيه بالظبط زي انت ماسك طوبة في ايدك وجيت حذفتها لفوق، الطوبة دي هتفضل تمشي 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 ضد الجاذبية وفي نفس الوقت سرعتها بتزيد. لكن العلماء فكروا، قالوا ازاي سرعة حاجة بحذفها لفوق عكس الجاذبية تزيد؟ وهنا بدأ التساؤل عن مادة محقونة في نسيج الكون هي المسؤولة عن التمدد المتسارع للكون ده. يا ترى ايه القوة اللي تقدر تأثر على المجرات وتخليها تبعد عن بعض وتتغلب عن قوة الجاذبية بين المجرات المتقاربة من بعضها؟ هنا يجي دور نظرية اينشتاين General Theory of Relativity، اللي افترض وجود قوة عكس الجاذبية اسمها Dark Energy، بتكون مهمتها كRepulsive Energy اللي بتعمل تنافر بين المادة وبعضها، وده السبب الرئيسي في التمدد المتسارع للكون. دلوقتي نرجع لنظرية المالتيفيرس ونشرحها بالتفصيل. نظرية المالتيفيرس بتقول ان في عدد لا نهائي من نسخ لكل حاجة موجودة في الكون، والعدد ده والنسخ دي موجودة في عدد لا نهائي من الأكوان، والاختلاف ما بين كل نسخة والتانية بيكون بسبب حدث مهم جدا حصل في تاريخ الحاجة دي في الكون اللي تنتمي ليه. نظرية المالتيفيرس تنقسم لثلاث فرضيات. الفرضية الأولى هي البابل يونيفيرس. الفرضية دي بتقول إن احنا عايشين في كون على شكل فقاعة نهايته بتكون أقصى مجال لرؤية الكوزميك باك جراوند راديشن، يعني آخر نقطة في الكون ممكن نقدر نرصدها سواء بالتلسكوبات أو بالرصد الحراري. بمجرد ما تخرج من البابل دي هتلاقي بابلز تانية عددها لا نهائي، ودي عبارة عن أكوان مختلفة عن الكون بتاعنا. كل كون منها بدأ بيج بانج زي الكون اللي احنا عايشين فيه بالظبط. فنقدر نقول ان احنا اتخلقنا في بابل او يونيفرس مناسب تماما لظروف الحياة للكائنات اللي عايشة معنا دلوقتي، بالكمية المناسبة من الدارك انرجي اللي لما جربنا نحسبها طلع رقم صغير جدا. لكن هل الرقم العجيب ده خاضع للنظريات الفيزيائية؟ هنا يجي دور نظرية الستريم ثيوري. والرقم الصغير جدا من الدارك انرجي ده مناسب تماما لتكوين المجرات والنجوم وبالتالي الكواكب واشكال الحياة المعروفة لينا على كوكب الارض بالكامل. ولو الرقم بتاع الدارك انرجي اللي احنا لسه شايفينه من شوية ده اتغير ولو بمقدار رقم عشري صغير جدا، ده هيسبب تغيير كامل في كل قوانين الفيزياء اللي احنا عارفينها في الكون اللي احنا عايشين فيه. بل كمان ممكن تلاقي علامة باي اللي هي في الرياضيات بتساوي 3.14، ممكن تلاقيها بتساوي سالب 3.14 او ممكن سالب 10. في بعض البابلز او الاكوان بتكون كمية الدارك انرجي كبيرة جدا لدرجة ان التنافر بين المادة نفسها بيؤدي لتشتت المواد المكونة للمجرات، وبالتالي مفيش اي نجوم بتتكون او حتى كواكب او اي شكل من اشكال الحياة، او ممكن حتى ما يكونش فيه كوكب الارض. طب ما نقلل كمية الدارك انرجي دي شوية بدل ما هي تعبانة كده. في الحقيقة لو قللنا كمية الدارك انرجي فإن البابل نفسها أو الكون نفسه هينهار على بعضه، لأن هيكون قوة الجذب للداخل أكبر من قوة التنافر للخارج، فالجذب هيزداد ويتم تدمير البابل دي بالكامل. لكن الإبداع كله بيكمن في النظرية التانية Membranes and Extra Dimensions. في الفرضية دي بفترض إن الكون اللي احنا عايشين فيه بأبعاده 3D جزء من هيكل كوني أكبر أضخم مكون من 9 أبعاد. لكن عشان نفهم النظرية دي تعالوا نرجع لمثال كارل سيجن
ونظرية عالم الورقة. هنفترض ان الكون اللي احنا عايشين فيه عبارة عن ورقة طول في عرض، وهنفترض ان الارتفاع او سمك الورقة بيساوي صفر، يبقى كده الورقة بقت 2D. وكمان هنحط في الورقة دي اللي هي تعتبر الكون الورقي دلوقتي سكان عاقلين، هنحط مثلا مربع، وهنحط مثلث، وهنحط دايرة، سكانها هيكونوا برضو 2D. لنفترض جيت على الورقة دي وحطيت تفاحة، طبعا التفاحة دي شكل 3D، لكن هل سكان الورقة هيدركوا التفاحة بالشكل 3D؟ تعالوا نجرب. ادي التفاحة، ادي التفاحة، وعشان توضح اكتر هنحطها في الحبر، والتفاحة دي هتنزل في الورقة اللي هي 2D، وهي اصلا جسم عبارة عن 3D. هنشوف الكائنات ال 2D هتشوفها بشكل عامل ازاي. هاي التفاحة بتنزل، التفاحة دلوقتي بقت على الورقة، لما يخش المربع الأوضة يا ترى شافها عاملة ازاي؟ هل هيشوف التفاحة كاملة؟ اكيد لا، هيشوف المسقط ال 2D بتاع التفاحة على الورقة، فهيعتقد ان التفاحة دي عبارة عن شبح بيظهر فجأة ويختفي فجأة. وهو ده الفرق ما بين عالمنا اللي هو يعتبر 3D، وكل ما زود أبعاد أكتر في الكون. الفرضية الثالثة اللي أنا بسميها فرضية مدحت، The Many Worlds Picture of Quantum Mechanics، ودي الفرضية اللي بينطبق عليها قصة مدحت بالظبط. اللي فرق هو لحظة جوهرية، لحظة عيد ميلاده الخامس الساعة 12 بالليل، في أحد الأكوان اتعطاله كتاب كيمياء، وفي الكون الثاني اتعطاله مطوة، وتستمر الاحتمالات إلى ما لا نهاية. فمدحت في عالم عالم كيمياء، ومدحت في عالم تاني بلطجي. متخيل بقى عدد الاحتمالات اللانهائية اللي ممكن تحصل لكل حدث أو كائن في كل لحظة في تاريخ كل الأكوان. ما تنساش تعمل شير وسبسكرايب للشانل عشان توصلك كل فيديوهاتي الجديدة، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك. واشوفكم الحلقة الجاية مع حتة جديدة في السماء.